سمعت الإذاعة نتاع الصحة تقول وتعاود باش تجي وتلقح وتأكد على المواطنين، واللي جيت باش نأدي نعمل التلقيح. هذا التلقيح الثاني اللي جيت من المرة الأخرى، وتوا مش نكمل التلقيح الثاني. لازم توا نحمي رويحنا، خاطر شيء ما عادش انت شيء اكثر من الطاقة. العباد ما عندش نجم تسمع في الموت قديش كل يوم في تونس بالثمانين وبالتسعين كيفاه. يلزم نعملوا البافاتات ويلزموا ناخذوا حذرنا ويلزم نلقحوا. ذاك هو لازم توا ما عادش فيه. سبوت هذيا على اذاعه حياه فهمت راني حقت معناها خلت الناس تجي باش تلقح. هذيا سبوت هذيا علاش؟ حقت توا كي نجيو بالارقام. قبل كانت معناها النسبة ما هيش كما توا، توا اليوم تبارك الله وصلنا 600 واش قربنا 700. المدة الأولى نعملوا بين دي ما نفوتوش 10 12 رقبة 20 رقبة، وبديت بشوية بشوية تطلع ال 50. توا السبوت هذه أثرت فيهم، هاو النتيجة باينة، النتيجة كونها وصلت ل 600 و 700، وإن شاء الله منو هكا الرواة توصل لل 1000 و 1500. نطلبوا من إذاعة حياة اف ام باش تكثر لنا من السبوت هذايا، راهو باهي وجاب نتيجة. وبارك الله فيك، وراي القناة هذايا مسموعة ياسر، خاصة لجماعة المرضى والجماعة اللي يتبعوا فيها لأنها قناة صحية. مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة حياة اف ام. الدكتور مصطفى نقرا طبيب مناوب مركز التلقيح بالقيروان. احنا دكتور كاذاعه الحياه الفهم نعمل فيهم هذا التحسيسيه للناس باش تجي وتلقح. نعم. حبينا نشوف ترى انت سيد كطبيب وتشوف ثم اثر للومضات هذه، الناس تسمع الومضات الاذاعيه تجي وتتفاعل معها، خاصه مع نداء الاطباء اللي يقول المواطنين يجيو يلقحوا. بالطبيعه ثم تفاعل كبير فهمت الله، لانه الومضات هذوما عاونونا برشا. قدمونا فهمت الله معناتها باب هما للناس قاعده فهمت الله تاخذ في فكره فهمت الله على التلقيح، تاخذ في فكره فهمت الله على مدى المنفعه نتاعو فهمت الله، وقاعدين فهمت الله معناتها يجيو فهمت الله وجاو يقتنعوا فهمت الله معناتها بفضل الومضات معناتها اقتنعوا فهمت الله انه التلقيح ضروري فهمت الله في الفتره هذه فهمت الله وفي الايام اللي جايه فهمت الله باش يحميوا ارواحهم. تحمدوا معكم ممثله انا نقول لكم برا مشوا لقحوا بالحق، لقحوا سجلوا ساعة وجاوا لقحوا على خاطر أحسن حاجة وأضمن حاجة لحياتك ولصحتك أنك تلقح ضد الكورونا.